اليمن هذه الأيام يموج بالأحداث التي تحتاج من وسائل الإعلام إظهارها. ميليشيات الحوثي وصالح التي تهدد حياة الصحفيين الذين يريدون نقل الصورة الواقعية من داخل البلاد جعلت عملهم صعبا. فقرة أنا أرى تعتمد على المواطنين الصحفيين الذين يرسلون لنا عبر تطبيق أنا أرى أبرز الفيديوهات والصور التي يلتقطونها. سلسلة غارات شنتها قوات التحالف على مخازن السلاح التابع للميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء التي تركز القصف عليها، وهذا الفيديو يظهر تجدد قصف طيران التحالف على جبل النقام المطل على صنعاء. كما استهدف طيران التحالف مقر القوات الجوية ومخازن للأسلحة في قاعة الدلمي شمال العاصمة صنعاء. بعدما تمكنت المقاومة الشعبية من إحراز تقدم والسيطرة على مواقع عسكرية هامة في الضالع بما في ذلك اللواء 33 مدرع الموالي للحوثي والمخلوع صالح، تسعى للسيطرة على كامل المحافظة وطرد المتمردين منها. وصلتنا عدة صور توضح الكم الهائل من الذخائر والأسلحة التي تركتها ميليشيات الحوثي وصالح في أحد المواقع العسكرية بعد فرارهم منها. الجدير بالذكر أن الرئيس اليمني قام بتعيين محافظ للضالع وقائد للواء الجيش المتمركز فيها. وبعد تطهير بعض المواقع الاستراتيجية في الضالع من المتمردين، قام أحد المواطنين الصحفيين ويدعى عبد الله شملان بالتقاط صورا للمنازل التي دمرتها مدفعية صالح والحوثي أثناء وجودها في المحافظة، وبالطبع ستبقى شاهدا على حجم الدمار الذي استهدفوا به البيوت والممتلكات الخاصة. الختام مع قصيدة لطفل يمني يشد على يد المقاومة الشعبية ويناشد أهل اليمن لتحريرها من الحوثي وعفاش حسب قوله. الجنوبي اليمن الدنيا وطن، وطن جنوبي كيف ما كانت تكون، لازم نحررها ونبنيها معا غصبا على عين الغزاة الطامعون. مني سلام للفئام كلا يسمع، وان تسمعوني كلكم يا أهل الجنوب. كل ما نختاره للعرض يصلنا بشكل يومي من زملائنا المواطنين الصحفيين الذين يشاركوننا بهذه الصور والفيديوهات من داخل اليمن أو خارجه، ونحاول دائما التحقق من مصداقيتها قدر المستطاع لعرض مادة تنقل الواقع المتفاعل بشكل يومي. ننتظر مشاركتكم عبر تحميل تطبيق أنا أرى من خلال زيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية، وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى.